هلا بنات، اليوم راح اشوفكم كل المشتريات اللي اشتريتها من ابو طلال اللي موجود بحي الجامعة، وراح اقول لكم عن بعض الاسعار، والمرة الجاية ان شاء الله راح احط لكم سعر كل منتج. وكل ما اطلع اتسوق من اي محل هاشوفكم مشترياتي. ونبدأ باول منتج اشتريت، هاي اللي هي حماية للأطفال من الزوايا الحادة. طبعا سعرها حيل رخيص، يعني مناسب، ب750. وهسه راح أشوفكم شلون نستعمل. عندي هاي الزاوية شوية حادة، فحطيت هاي القطعة هنا وحبيتها حيل. وطبعا أني أكيد حاشتري منتجات، فاشتريت هذا اللي هو غسول مع الجسم، ريحته جنن. سعره شوية غالي، يعني ب11,000، بس يعني استحق. وهذا لوشن مع الجسم، حيل حلو، ريحته تجنن وسعره حلو. وهذا زيت مع الشعر، ريحته حيل حلوة وهم سعره حلو. اشتريت مجموعة من الصوابين، هاي الصابونة من لوكس اسمها زنبق، ريحتها يعني صدق خرافية، حيل حيل طيبة، يعني حتى تشيس مال المسواق ريحته متعباية من ريحة هاي الصابونة. وهاي الصابونة البيبي 6 وحدات، طبعا هاي فتحت لكم وحدة. وهاي همين اشتريتها، وأنا مدحت بها الصابونة، وهاي أنصح بيها اللي عندها أطفال، وهاي من أنصح بيها لأن راح تتجنن. طبعا ما ننسى المنظفات، اشتريت هاي 10 سبنجات ب1,750. طبعا هاي فتحت لكم واحدة هيك شكلها، حسيتها زينة وزين مناسب سعرها. هذا مال الغسيل مال مميات مع الأطفال، وهذا سائل غسيل الملابس سمن مع الأطفال، ريحته هاي حيل حلوة، وهذا حمين حيل زين يعني عملي. واشتريت هذا النشانة وناقصيني كركم 7 بهارات. هذا همين كريم مع الأطفال، هو مو مع الأطفال، يعني أطفال وكبار، بس يعني حيل مناسب للأطفال لأنه ما بي أي ريحة، و يعني الطبيب وصف لنا اياه. شامبو، واشتريت هاي مال الاطفال مريلة، طبعا هي حيل زينة من السيليكون، سعرها شوية غالي. وين سعرها؟ سعرها هياته ب8,500، بس يعني حيل زينة وعملية، يعني تظل وياكم، فيعني طلع فلوسها. وهاي اشتريتها يعني احتاجها، قطن يعني مع المكياج، مع يعني بنات يستعملوا لإزالة صبغ الأظافر. اشتريت هاي المكشارة، سعرها غالي صراحة، بس هي تستحق يعني فلوس، يعني حيل حادة وزينة من هاي الماركة برستيج. طبعا هذا معطر الجو، هو يعني افضل معطر جربته بحياتي، ريحته تجنن. يعني هو هاي الماركة بشكل عام كل عطورها حيل حلوة، انصحكم بها جلاد. وجربت المرة الماضية فانيلا، نعومة الفانيلا، وهسه عبق الورد والتوت البري، عبق الورد خلينا نقول، همين حيل حلو وانصحكم به. طبعا ما ننسى ان اشترينا حفاضات للطفل. وهذا ايش همين اشتريته، يعني حيل حبيته، سعره حيل حلو ورخيص، هذا ب3,000. يعني هنا تقطعون الخضار وتنزل بهاي السلة، وهاي السلة يعني شوي مرتفعة على مود ينزل المي جوا بهاي، فيعني
حيل حيل حبيته، يعني صراحة حيل مناسب، وهي حيل عملية وحلوة، حجمها يعني كبير. وهاي مشترياتي لهاي الطلعة، الطلعة الجاية إن شاء الله هحط لكم كل المشتريات وأسعارهن ومن وين إحنا نتسوق. وأتمنى لكم مشاهدة سعيدة، باي باي.